بسم الله الرحمن الرحيم. رجل أنقذ عائلة من الغرق في الوادي بشجاعته، ورجل أنقذ عائلة من حريق أحاط بمنزلهم، لكن العجب تلك المرأة التي تنقذ الناس في القبور من الحريق والعذاب، والعجب أكثر أنها جالسة في بيتها. عجبا، ما تفعل تلك المرأة؟ لقد فاقت ذاك الرجل وهو ينقذ عائلة من الغرق وذاك من الحريق، لكن السر ينكشف أمامك أخي الحبيب أختي الكريمة إذا علمنا أنها ترسل بأناملها رسالة للناس في كل ليلة قبل النوم، تذكرهم بقراءة سورة تبارك وتوصي الناس بقراءتها، والتي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. فكم أنقذت هذه المرأة برسالتها بإذن الله من قبر كاد أن يشتعل على صاحبه فتحول لجنان. فكن أنت منقذا لنفسك بقراءتها وللناس بنشر المقطع، فلا تعلم من يقرأ تبارك ويكون في ميزان حسناتك. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله بعدد من قرأ تبارك وبمن غفل.